كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الفحيلي رئيسة جمعية إنماء، اليوم تنحضروا في هذه الوقفة ضدا على الاغتصاب الذي تعرضت له المرحومة والضحية حنان. نرفضه لأنه فعلا يمس حسنا الاجتماعي، أحسسنا بالألم الشديد. اليوم نؤسس ونؤرخ المحطة التاريخية جد خطيرة في هذه البلاد لواقع جد مرير. الآن نحس بالغبن، نحس بالظلم، نحس فعلا بالحقرة في بلاد لا تستطيع حماية نسائها. نقول اليوم حان الوقت لتغيير هذه القوانين، حان الوقت لتقسم قوس الخطر على الضمير ديالنا، على الأخلاق ديالنا، على القيم ديالنا. لم يعد مقبول أن إنسانة اغتصبت تم دفنها وفيديوهاتها يتداولها الجميع في مس سافر بحقها سواء كانت حية أو ميتة. نحن الآن كفعاليات مجتمع مدني نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها، نطالب بالزجر وبالوقوف بحط المنيع ضد هذا العبث، ضد هذا المصير الذي يتعرض له اليوم أغلب نساء وطننا. نحن ضد الاغتصاب، ضد التحرش، ضد الظلم. رحم الله فقيدة هذه الأمة، رحم الله هذه الإنسانة التي آلمتنا. بالتأكيد هي صرخة أصرخها مع كل هؤلاء النسوة وهؤلاء الرجال أيضا ضد كل أشكال العنف ضد النساء، أشكال العنف التي يشكل الاغتصاب أحد أفظع تجلياتها ربما داخل المجتمع سواء المغربي أو مجتمعات أخرى. للأسف في المغرب نحن نصرخ لنقول يجب أن يكفل القانون الحماية الكافية للنساء عبر معاقبة المغتصبين بالشكل الكافي. القانون لحد الآن لا يشجع بشكل من الأشكال بعدم معاقبته المغتصبين بشكل كافي، هو يشجع بشكل من الأشكال هذا الفعل. أيضا المجتمعات العقليات داخل المجتمعات تتعامل مع المرأة المغتصبة للأسف كعار أصبح داخل المجتمع، كجسد فقط، تعرف هذه المرأة بهذا الجسد الذي يعتبر أنه ربما أصبح موشوما بالعار، وبالتالي تخشى الفتاة المغتصبة ليس فقط فعل الاغتصاب وإنما ما يأتي بعد الاغتصاب من معاملة قاسية من قبل المجتمع. وبالتالي هذه صرخة ضد كل أشكال العنف ضد النساء، العنف القانوني، العنف الاجتماعي، العنف النفسي، العنف الاقتصادي، وصرخة للمطالبة بضرورة ضمان الحماية القانونية النفسية والاجتماعية وغيرها للنساء. هو واجب، واجب وطني وواجب إنساني. ما يقع اليوم في المغرب هو خطير جدا. الضحية الأساسية الأولى هي النساء. طبعا ننديد بهذه الجرائم البشعه المتتاليه اللي عرفها المغرب مؤخرا. نحن نطالب وكما كنا نطالب بالسابق بان تتوفر الحمايه الحقيقيه للنساء المغربيات، ان تتوفر قوانين اكثر ردعا، ان تسود ايضا ثقافه، هذا هو الاساسي والخطير اليوم. يسائلنا هذه الظواهر، تسائلنا اليوم، تسائل المغاربة، تسائل المغربيات عن حقيقة هذا العنف. من أين يأتي هذا العنف؟ هذا العنف الخطير الذي وصل إلى درجة لا تتصور من البشاعة ومن الفظاعة، لا يمكن أن تتصور كل ذي عقل سليم إلا ويستنكرها ويعتبرها جريمة في حق الإنسان. هذه الثقافة ينبغي أن المغاربة كل مؤسساتهم الفكريه والثقافيه والسياسيه والحقوقيه ان تقف وقفه لوضع الاصبع على مكمن الخطر، واعتبر بانه المشكل بالاساس هو مشكل ثقافي، لان هذا العنف اللي هو سائد اليوم داخل المجتمع لا يمكن. هذه الثقافه اللي سائده في الخطاب، في الكلمه، في الرمز، كل هذه الامور لا يمكن ان تؤدي الا لتؤدي لمثل هذه الجرائم. كانت هذه الوقفه طبعا هي كنعتبرها انا، وكتشوف كتلاحظ بانه نساء حرات مؤمنات بالمساواه، مؤمنات بالحقوق. هذا قدرنا جميع. ما علينا ان نضع يدا في يد لمواجهه هذا المد الذي يشكل خطر على المراه المغربيه. والحماية
الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزعماء رئيسة جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة. جينا هنا تياه مع جميع النساء المناضلات التي تدافع عن حقوق التي تدافعن عن حقوق المرأة لمساندتهن ولمساندة المغتصبة وجميع المغتصبات وجميع النساء الذي تعرضن للعنف لا للإفلات من العقاب. ومن منبر جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة نندد بهذا الفعل الشنيع الذي ارتكبه هذا المجرم، ويجب تشديد العقاب في حق هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة الشنيعة. التي بصراحة أنا قاعد الفيديو ما قديت نشوف فيه، لأن صراحة مؤلم جدا قبالة، وفي وهذا الفعل الشنيع اللي تعرضت له حنان كان فعل لا يفرح، وفعل انه ضد اخلاقيات. وحتى في الاسلام هذا الشيء ما هو لا يمكن ان نوافق عليه، وننادي الحكومه وجميع جمعيات المجتمع المدني في باش يكون عند واحد الاعدام. احنا كنطالبوا بالاعدام، ونطالبوا جميع الهيئات الحقوقيه تناصف المراه، ويجي واحد والدستور جاب حقوق المراه مدونة أسرة، ولكن يجب تحيين بعض الفصول باش تقبض المرأة المغربية حقها واش ينال العقاب ديالو. وتشديد العقاب والعدالة الجنائية خاص يعود فيها تغيير، باش يكون تشديد العقاب على جميع أي واحد ارتكب جريمة قتل أو جريمة اغتصاب. وكيف ما كتعرفوا اليوم تياه عندنا في المجتمع المغربي كيجبروا واحد سكران والله عنده القرقوبي ويدوه الكوميسارية يكمل معاهم قصارتهم في الكوميسارية ونهار ثاني يطلصوه. لا، يجب عليهم أن على الأقل يعطوه 4 سنوات أو 5 سنوات للعقاب باش ما يعدل هذا، لأنه يجب أيضا محاربة المخدرات، لأنها هي اللي كتخلي الإنسان يعمل بحال هذا الفعل الشنيع. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.